طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نريد أن نستمع إلى أصواتكم في هذه الحلقة حول عدة مواضيع خاصة في الشأن العراقي عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. محاربة الفساد، إصلاح النظام السياسي، إصلاح المجتمع، إصلاح منظومة الدولة، بل تكريس مفهوم النزاهة. كلنا نقف جميعا مع فكرة الإصلاح. كيف يستطيع أحد أن يحارب الفساد وهو فاسد؟ يعني الآن هدف واحد أمامنا، من السابق لأوان الحديث عن تشكيل كتلة مستقبلية، الآن أكو هدف يجمعنا، هذا الهدف هو الإصلاح الحقيقي، الإصلاح الحقيقي، الإصلاح الحقيقي. في ليلة الاستجواب يغلق التلفوني صراحة. في اليوم الثاني قبل ما دخلت من الاستجواب في غرفة سليم الجمهوري جاء علي قال لي البارحة 40 مرة اتصلت بيك وما حصلتك. أنا كنت قاعد يم السيد النائب، الموضوع كان حليناه. حنان الفتلاوي اللي يقول لي يمها نعم مقابل 2 مليون دولار. وقال لي هسه العرض قائم، إذا تقبل الاستجواب تسحب حنان الفتلاوي. الإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد، وقد تعاملت معه الحكومة ككرة نار تحاول إلقاءها على البرلمان. تشاومني على عقود الجيش، هذا ادفع ثمن الآن، هذا الآن الآن تتحدث بكل الأسماء والألف ألف تتحدث بكل الأسماء، يسميها محمد الفربولي صفقة السيد الرئيس بكل الأسماء، 1500 همر من الولايات المتحدة يروح جيبها يموتون بها الجنود العراقيين، كل همر يستفادون منها 200,000 دولار. السيد الرئيس تتحدث الرئيس مجلس النواب المحترم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. على وقع بدء الحملة الدعائية لاستفتاء إقليم كردستان العراق يوم أمس، تجددت التصريحات ما بين الإقليم وما بين حكومة حيدر العبادي. يعني على سبيل المثال السيد مسعود برزاني اتهم حكومة حيدر العبادي بالتقصير بحق قوات البشمرقة وأنها لم ترسل إليهم أي دعم منذ 10 سنوات، في حين احتاجت ساعتين فقط لإقرار قانون الحشد الشعبي في البرلمان. كذلك أضاف بأن هناك ضغوطات من أجل تأجيل الاستفتاء، إلا أنهم مصرون على إجرائه في وقته المحدد، وبين أن كردستان العراق تطالب منذ 10 سنوات بحقوق قوات البشمرقة إلا أن بغداد لم تستجب لها. هو أشار بأن مسعود البرزاني أشار إلى أن الحكومة في بغداد تتحدث منذ العام 2008 مع الشعب الكردي بلغة التهديدات والهجوم، واتهم الحكومة بعدم تنفيذ أي اتفاق مع الأكراد، وأن المذهبية هي التي تحكم في العراق في ظل عدم وجود شراكة حقيقية. هذا اتهام رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني. طبعا كما أشرنا أنه يوم أمس تم إطلاق الحملة الدعائية لإجراء الاستفتاء، استفتاء انفصال إقليم كردستان العراق عن العراق، والمزمع إجراؤه هذا الاستفتاء في 25 سبتمبر الحالي. وبدأت الحملة الدعائية انطلاقا من قلعة أربيل، وهذه الدعاية للاستفتاء هي من أجل أن تكون هناك رغبة لدى المواطن الكردي للاستفتاء والتوجه إلى صناديق الاستفتاء والموافقة على الانفصال من العراق. هذه تداعيات وأمور ليست وليدة اليوم، ولكن آخذة بالتصاعد مع اقتراب موعد إجراء الاستفتاء في هذا الشهر. طبعا هناك كذلك تهديدات من قبل قيادات في ميليشيات الحشد الشعبي، والكثير منهم هدد صراحة وعبر شاشات التلفزيون بأنه إذا تم شمول المناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان العراق والتي تسيطر عليها حاليا قوات البشمرقة فسوف يتم اجتياح هذه المناطق من قبل قوات الحشد. هذه التصريحات التي يطلقها
قيادات في ميليشيات الحشد الشعبي ووصلت إلى حد التهديد والوعيد للإقليم وكذلك الإقليم بنفس الوقت رد على هذه التهديدات. طبعا اللجنة العليا في الانتخابات والاستفتاء في كردستان العراق قالت بأن أحزاب المعارضة الرئيسية لم تتقدم بطلبات رسمية حتى الآن للمشاركة في أنشطة الاستفتاء، وأكدت عدم تقديم أحزاب المعارضة الرئيسية مثل الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والجماعة الإسلامية في كردستان العراق طلبات رسمية حتى الآن للمشاركة في أنشطة الاستفتاء على الانفصال. طبعا وفقا لقانون الانتخابات فإن الأحزاب التي لم تتقدم بطلبات رسمية للمشاركة في أنشطة الانتخابات أو الاستفتاء لن تستطيع انتداب مراقبين لمتابعة سير عملية الاستفتاء في المركز. مع تصريحات رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني واتهام حكومة المركز باتخاذ سياسة مذهبية تجاه الإقليم وخاصة منذ العام 2008 منذ عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وعدم تقديم أي معونات مالية إلى إقليم كردستان العراق، رئيس الوزراء حيدر العبادي رد في نفس الوقت بأن الاستفتاء الذي تعتزم أربيل إجراؤه في هذا الشهر هو استفتاء غير شرعي بالأساس، وأكد أن إجراء الاستفتاء من طرف واحد يدخل البلاد في نفق مظلم. نأخذ كلمة رئيس الوزراء حيدر العبادي. هذا ما يحقق مصالحهم صراحة أصلاً، بل يضر بمصالحهم. أتكلم بصراحة، حرصي على مواطنين الأكراد، القادة السياسيين يجب أن يوضح لمواطني الشيء الصحيح، مو يأخذ بشكل طريق مسدود. هذا الوصول إلى طريق المسدود وين تروح بعدها؟ تتولى الضغط، سوي استفتاء تولى الضغط. أنا كلامي معهم الأخوان، تردون بس استفتاء من أجل استفتاء لو تصل نتيجة. إذا فقط تريد تقول تسوي استفتاء وما توصل نتيجة هذا خداع للناس. إذا تسوي شيء تقول مصوتوا بس عمليا ما راح تنفذه، وإذا تريد تنفذه أيضا خداع للناس، لأن تقولهم هذا طريق الخلاص إنه، في حين هذا طريق تدخل في طريق صعب. نعم، أريد نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع وتصاعد نبرة التصريحات ما بين بغداد وما بين أربيل في مع قرب موعد الاستفتاء في هذا الشهر. نريد أن نستمع إلى أصواتكم حول الاتهامات التي اتهمها رئيس الإقليم مسعود البرزاني بأن بغداد تتعامل مع الإقليم بسياسة مذهبية وأنها لم تقدم أي معونات مالية لقوات البشمركة واتهمها بالتقصير، وفي تصريحات سابقة أكد بأن سياسة بغداد هي التي أجبرت الإقليم على اتخاذ خطوة إجراء الاستفتاء في هذا الشهر شهر سبتمبر. نريد أن نستمع إلى أصواتكم. أما على صعيد التصريحات من قبل قيادات ميليشيات في الحشد الشعبي والتي تهدد إقليم كردستان العراق بالاجتياح، فعلى سبيل المثال القيادي في ميليشيا كتائب المعروفة كتائب الإمام علي المدعومة من إيران وهو أيوب الربيعي هدد باجتياح كركوك واعتبار المناطق التي تسيطر عليها البشمركة خارج المحافظات محافظات الإقليم الثلاث دهوك وأربيل والسليمانية محتلة من قبل قوات البشمركة، وأنها إذا أقدمت على إجراء الاستفتاء في هذه المناطق فإن فصائل الحشد الشعبي سوف تجتاح هذه المناطق، ويعني قال بالنص بأن الميليشيات لن تقف متفرجة على المناطق التي تسيطر عليها قوات البشمركة خارج حدود إقليم كردستان العراق. معنا اتصال أبو حارث من الموصل، تفضل أبو حارث. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أخي. مناسبة الاستفتاء احنا نتكلم لك عن حاضر لو عن ماضي راح يصير يعني؟ لا الماضي راح ما راح يصير، المستقبل اللي راح يصير. نعم هو يعني المستقبل. نعم. احنا المناطق السنية، خلنا نتكلم لك، احنا نتكلم لك عن الشارع وما يحدث عندنا بالعراق. نعم. إقليم كردستان هو احنا ما منه مسل مضرة يا اخي، خلي يسوون استفتاء وينعزلون وحدهم يا اخي،
احنا ما نريدهم، وكذلك الجنوب احنا وياهم همين، احنا المناطق الجنوبيه. ابو حارث، ابو حارث، يعني انت تتوقع انه حل العراق بالتجزئه والتقسيم؟ نعم، حل العراق ماشي. وحل مشاكلنا احنا المناطق السنيه. ايه تسمعني يا اخي تسمعني. نعم. احنا ما تنحل مشاكل العراق، انا قاعد اتكلم لك عن مواطن عراقي. نعم. مواطن عراقي، نعرف شنو السبب ونعرف شنو هو اللي قاعد يصير عندنا بالعراق. قل لي ابو حارث الله يخليك، احنا اقليم كردستان معروف الا وضعيه خاصه وعنده حكم ذاتي من 72 وبعدين تطور صار اقليم وحكومه وبرلمان الى وضع خاص يعني من السبعينات. قل لي اذا صار اقليم بالجنوب ولا اقليم بالمحافظات السنيه، نجي على المحافظات السنيه، قل لي من يلزم هاي المحافظات برايك؟ من راح يلزمها؟ اخي احنا لا بس جاوبني من راح يلزم هاي المحافظات؟ انت تريد اقليم، انت برايك من راح يلزم هذا؟ طبعا انت رايك هذا احنا نحترم رايك بس نتكلم بواقعيه. انا اتكلم لك عن رايي. اكو ناس واكو ناس شرفاء، اكو ناس شرفاء ما تريد تخلي نفسها وتلوث نفسها. من راح يخلي ذول الشرفاء؟ اسمح لي، من راح يخلي ذول الشرفاء والوطنيين اللي انت تقول عليهم راح يلزمون هذا الاقليم او هذه المحافظات؟ ما هي الوجوه ابو حارث، الوجوه اللي مسيطره من العام 2003 ولغايه الان باتفاق الاطراف السياسيه وهي العمليه وبموافقه ومباركه ايران والولايات المتحده الامريكيه، اللعب صار على المكشوف. خلينا نكون بس اسمح لي، بس اسمح لي، اللعب صار على المكشوف. اللي ما تباركه ايران وامريكا والله ما يصير قيم مقام، خليها في بالك. اما انت تسوي اقليم، تسوي اقليم، قل لي انت شنو مواردك حتى تسوي اقليم؟ شنو الموارد اللي عندك؟ شو تصدر تمر مثلا لو شو تصدر؟ شو يبقى عندك مثلا؟ يا اخي هسه احنا اريد نخلص من القتل المناطق السنيه، اريد نخلص من القتل ماشي. والتهجير انت والدمار تدري يا اخي ماشي ابو حارث، انا وياك ايه؟ انا دا احس بيك. هل تعلم انه اذا صار اقليم ان كان في الجنوب ولا في الوسط ولا في المحافظات الغربيه، هل تعلم انه المركز هو المتحكم بالملف الامني والملف الاقتصادي؟ يعني على سبيل المثال اليوم يريدون واحد كتبوا عليه تقرير مخبر سري انه في فلان متهم بالارهاب، راح تجي قوات من بغداد تدخل الى هذه المحافظه وتعتقله. شنو فائده الاقليم انت اذا ما عندك استقلاليه بكل شيء وانت مهيئ من وضع سياسي ووضع اقتصادي وكل الوضع؟ احنا ما استقلاليه بكل شيء، احنا ما يفيدنا اقليم. ما هذا اخي احنا ما هذا الدستور ينصيص، الدستور اللي جاب الاحتلال الامريكي نص على هذا الشيء. نعم. اخي هسه اقليم كردستان لو نفوذ بمحافظه نينوى يعتقل وياخذ وكل شيء يسوي، وكذلك الميليشيات تجي من بغداد تعتقل بالمناطق السنيه وتقتل وكل شيء تسوي، واحنا المناطق السنيه بس نتفرج ما يحدث بينا من قتل وتشريد واضطهاد، هذا هو اللي احنا صاير بينا هاي المناطق. ماشي انا وياك بس انت مو تطلع من حفره يعني. نعم انت مو تطلع من حفره وتوقع بحفره اكبر منها، انت لازم تفهم الوضعية شلون، يعني تدرسها قانونيا وسياسيا واقتصاديا حتى تتكلم وتأيد هذا المشروع. ما انت تخيل، انت احنا اذا تكلمنا على المناطق السنية، انت تخيل كثير من يدعون تمثيلهم للسنة عندهم ما شاء الله مناصب، نائب رئيس جمهورية، نائب رئيس وزراء، رئيس برلمان، وزراء، شنو اللي قدموه لهاي المحافظات؟ نجي على المحافظات الجنوبية باللغة اللي تتكلم بها إلى المحافظات الشيعية، هاي الحكومة اللي تدعي إنها تمثل الشيعة وإنها جاءت لإنقاذ الشيعة، شنو اللي قدمتها للمحافظات الجنوبية للمواطن؟ بطالة وكهرباء ماكو، خدمات ماكو، يومية شايفين محافظ منهزم ومطلعين مثلا مدير عام بوزارة معينة من السجن لأنه تابع الميليشيا الفلانية. ما راح بالعكس اذا صار اقليم راح يصير السرقه مركزه بايدي ناس معينين. هسه ما شاء الله هم متقاسمين الكعكه، متفقين بيناتهم. الو السلام عليكم. الو اسمعك ابو حارث.
اخي السياسيين السنه هم ما محامين انفسهم يا اخي، وكذلك يعني ما محامين انفسهم يا اخي. الميليشيات يقدر واحد يتكلم اريد حقوقنا اعلاميا، ما نقدر، حقوقهم حقوقهم وحقوق السنه بالاعلام ما يقدرون يتكلمون، يخافون من الميليشيات يا اخي. والله ابو حارث والله اللي يتصدر المشهد خاصه المشهد السياسي العراقي اذا مو قدها لا يتصدر، يعني اللعبة كبيرة. والله مو قدها، هم جايين فقط لسرقة أموال الشعب. خلاص يا أخي، واضح ومبين. جايين لسرقة أموال الشعب. نعم. نعم. يعني إحنا إلى متى نظل هيجي؟ نظل اعتقالات وقتل وتهجير، وقالت الميليشيات طبت على المناطق السنية وهذا، هسه من المسيطر يا أخي؟ الميليشيات كل من يقول لك اكو دولة مركزية أقول له تكذب. الميليشيات جندي بالميليشيات هي أكبر ضابط. نعم صحيح كلامك صحيح. يا أخي الميليشيات هي المسيطرة. نعم أبو حارث من الموصل كان معنا. نرجع على الاتهام وكلمة رئيس الوزراء حيدر العبادي، هو كذلك اتهم إقليم كردستان العراق بتصدير النفط بشكل غير رسمي دون الرجوع إلى حكومة بغداد، وأكد أن قوات البشمركة تسيطر على النفط في محافظة التأميم. نأخذ مقتطف رئيس الوزراء حيدر العبادي. وضع في كركوك ليش يتراجع؟ ليش الأمن والخدمات تتراجع في كركوك؟ ليش؟ ليش نفط كركوك الآن يصدر بدون مصلحة كركوك؟ أكثر نفط كركوك الآن مسيطر عليه، تعرفون، من الأخوة في البشمركة، ويصدر الآن بشكل غير رسمي، وكركوك لا تستفيد منه. ليش؟ إحنا النفط ده صدر من جانب، ده نطي رواتب في كركوك، ده نطي خدمات في كركوك، ندفع رواتب الشرطة، ندفع الخدمات أيضا في كركوك. هذا النفط الثلث اللي بقى بأيدي العراق، لأن الثلثين الأخرى سيطرت عليه لما دخلت داعش العراق. نعم استمعنا إلى هذا المقتطف. يعني إذا كان رئيس الوزراء لا يستطيع السيطرة على تصدير نفط في محافظة هي أصلا ليست تابعة إلى إقليم كردستان العراق، وهي إلها وضعية خاصة وفق دستورهم اللي إجا مع الاحتلال واللي جابهم معه. تخيل عزيزي المشاهد أن هذا النفط يصدر من قبل، كما يقول رئيس الوزراء، يصدر من قبل حكومة إقليم كردستان ولا يستفاد من المحافظة. أضف إلى ذلك أن المركز يرسل أموال وميزانية للصرف على المحافظة، رواتب شرطة، رواتب موظفين، خدمات، بنايات إلى آخره. إذا نفط كركوك وين يذهب؟ نريد نستمع إلى أصواتكم بعد هذا الفاصل القصير. نعم معنا اتصال أم أحمد من كربلاء، تفضلي أم أحمد. ألو. نعم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أخويا؟ أهلا وسهلا بك. الموضوع يعني على مود كردستان، هاي ما تصير إن شاء الله أخويا. نعم. أبدا ما تصير، والله تروح ضحايا وتروح نازحين، هم براس النازحين، ها؟ وما تصير لها، إحنا شوفنا على حل حوشتها باقيين، إحنا أهل الجنوب، لا رواتب، جرائم، قتل، يعني مهوشين، ما إلها أي طعم هسه الحكومة، يعني أنت بدل ما تتساعد تقول خلنا نطلع العدل الحقيقي، وياك الوقت الشخص يصير وأطلب طلبك، تصير حلوة. يعني انت مو شوف الدوام دايما والعرب نايمه وتدور شو اسمه، يعني انت تدور رواتب، انت صار لك 10 سنين النفط رايح لاسرائيل، ها؟ فين واحد يحكي الحقيقه يا استاذ عمر؟ نعم. يعني انا من اخابر احكي علي والمو علي، ما اظل يعني اغطي، مو احكي عن حشد، انا شيعيه والحشد شيعي. لازم احكي الحق. نعم زين. الحكومه وينها اذا يعني هسه خلينا نفكر بالسنه شي يريدون، يعني
يعني شغل يقطع عليهم سنة على المهمة. أم أحمد الحكومة لهم حتى يكرمونهم يعني هم كانت أرق ما ظلهم شخصية. نعم الحكومة وينها إذا يعني إذا تعرف أم أحمد تسمعيني الله يخليك تسمعيني أم أحمد إذا إذا الحكومة تعرف أنه الإقليم هو مسيطر على نفط كركوك وهو اللي صدره ويستخدمه بدون أنه يقدم خدمات إلى كركوك كما يقول رئيس الوزراء حيدر العبادي ليش ساكت الحكومة لمدة 14 سنة برأيك؟ يا أخي هو ماشي في انت الحرب بالقتال مستمر يعني صار يعني ماكو مفكر بعد يعني من وحدة لوحدة احنا هسه يعني نستغل الأرض مو حلوة تصير بحق هاي الإكراد الحكومة وينها من تصدير هذا النفط أم أحمد؟ الحكومة وينها؟ الحكومة وين كانت؟ احنا نريد نوصل رسالة انه هم كانوا متفقين اكو اتفاق بيناتهم شراكة على تقاسم المناصب وتقاسم الفلوس والميزانية الآن من خربة العلاقة كل من قام يطلع على صاحب سوالف أبو بغداد يقول أبو أربيل هو يصدر النفط أبو أربيل يقول أبو بغداد ما يدز لي صار لعشر سنوات رواتب قوات البشمركة هذا اللي يعني اللي قال نحكي الحق من كذب بدون شيء نعم. يعني انت صار لك 10 سنين النفط باسرائيل وانت نفسك قلت عن اسرائيلي ها قاعد على يسار الشخص ليش توقعون ان يسلنا هذول عدم اولادكم هذا هو ارض معصوم الكردي ليش توقعون عن واحد يهز راسه بهذا الزمان ابد ما رحمكم واحد انتم خلوها وراء الله لمن هي تجي صافيه اترجاكم يا اهل السنه انتم طيبين نعم خليكم على طيبتكم خليكم على شجاعتكم نعم أم أحمد من كربلاء شكرا لك طبعا مصادر مطلعة كشفت بأن المفاوضات التي جرت بين حركة التغيير والاتحاد الكردستاني وصلت أو تعثرت بالتوصل إلى اتفاق بخصوص تفعيل برلمان كردستان العراق والاستفتاء على الانفصال معروف أن برلمان كردستان العراق مجمد غير فعال أوضحت المصادر أن الاتحاد الكردستاني هدد أعضاء حركة التغيير بتفعيل البرلمان دون مشاركة الحركة في حال إصرار الأخيرة على مواقفها المطالبة بتأجيل الاستفتاء على الانفصال انفصال كردستان العراق نعم التهديدات من قبل الميليشيات يعني كما أشرنا إلى أنه ميليشيا كتائب الإمام علي قالت بأن فصائل الحشد لن تقف متفرجة على المناطق التي يسيطر عليها البشمركة خارج حدود إقليمهم المعروف طبعا مسؤولون عراقيون يرون بأن الاستفتاء الذي تسعى إليه حكومة الإقليم وشمول محافظة التأمين به هو بداية لصراع قومي في البلاد وذلك يحتم على الحكومة كما يرى المسؤولون يحتم على الحكومة في بغداد اتخاذ موقف صارم لمنعه طبعا في هذا السياق أكدت مصادر في الحكومة في بغداد بأن رئيس الوزراء حيدر العبادي أجرى اتصالات أخيرا مع المسؤولين في الإدارة الأمريكية حول المشكلة وتلقى تطمينات حول عدم سماح واشنطن بإجراء الاستفتاء معنا اتصال حسن من خانقين تفضل حسن وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله شلونك استاذ اهلا وسهلا بك تفضل يعني مو كل اسمعني اسمعني من الموبايل اترك التلفزيون الله يخليك نعم من الموبايل وياك اي اترك التلفزيون نعم استاذ نعم اخفض الصوت تفضل نعم تفضل تفضل استاذ احنا بالنسبه لنا السنه نعم عندنا استعداد يعني ما نريد كل شيء بس العراق يبقى واحد مو واحد نعم يعني ما نريد نحكم ولا نريد كل شيء ونضحي بكل شيء بس العراق يبقى واحد مو واحد لا كراد يصيرون دوله ولا شيعه يصيرون دوله ولا سنه يصيرون دوله يعني كل واحد يريد اقليم واحد احنا نريد العراق واحد مو واحد من الشمال للجنوب نعم عندنا استعداد نضحي بس بالغالي والنفيس في سبيل العراق نعم. ولا هذه الزمرة الحاكمة يعني نقدر نكافح نقدر نناضل نقدر نوعى الشعب وبالأخير نغيرهم ونجيب ناس نظيفين ونزيهين ونخليهم بالدولة
نعم. هذول اهل المصالح اللي يريدون اقليم السنه، هذول كلهم يدورون مصالحهم بس يدورون لجهو. نعم. عيون انت، ممنون اني. ابو علي ممكن اسالك؟ تفضل. وزعوا استمارات قوات البشمركي على المناطق المتنازع عليها، يمكن وصلتكم بعد ما وصلتكم للمختاريه. اكو صناديق موجوده عليها حراسه بس ما وزعونا. للمختاريه على توقيع انه يأيدون الاستفتاء. سمعت عن هذا الموضوع؟ والله لحد ما بلغونا منطقتنا ماكو شيء. نعم تمام. اشكرك. اشكرك عيني ابو علي، اشكرك شكرا جزيلا. نعم. طبعا كما أشرنا بأن رئيس الوزراء قد اتصل بالولايات المتحدة الأمريكية، وعلى أساس أنه هذا نقلا عن مسؤولين في الحكومة بأن واشنطن يعني قدمت له تطمينات بعدم سماح بإجراء هذا الاستفتاء. طبعا الاستعدادات تجري في ظل تحديات كبيرة، إذ أن تبني رئيس الإقليم مسعود البرزاني وحزبه هذا المشروع تسبب في انقسام بين الأحزاب الكردية، ما دفع منها إلى رفض إجراء الاستفتاء في موعده المحدد. معروف أن حركة التغيير والحركة الإسلامية تطالب بتأجيل موعد الاستفتاء، وهناك خلاف ما بين يعني حزب مسعود البرزاني وما بين حركة التغيير والحركة الإسلامية. طبعا رفض الاستفتاء، هناك رفض من قبل شرائح في المجتمع الكردي وأحزاب في المجتمع الكردي، وهناك كلام عن سحب المشروع من البرزاني وحزبه وإناطته إلى برلمان الإقليم. يريدون هنا هذه الأحزاب الرافضة والحركات تريد أن تحيل الموضوع إلى البرلمان وأن يخضع للتصويت، هل يتم إجراء الاستفتاء في هذا الموعد أم تأجيل الاستفتاء. الحزبان الكرديان التغيير والجماعة الإسلامية كما أشرنا أجمعوا على رفض إجراء الاستفتاء في هذا الموعد المقرر في 25 من شهر سبتمبر الحالي. وبعد اجتماع في السليمانية يوم الاثنين أكد في بيان صدر عنهما بأن مسألة الاستفتاء تخص المؤسسة التشريعية حصرا، ما يعني ضرورة تشريع قانون بشأنه. معنا اتصال أبو حسن من بغداد. تفضل أبو حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. هاي خطة تدميرية للعراق، فيها ثلاث محاور: إسرائيل، أمريكا، إيران. نعم. تدمير البلد والبنى التحتية وتدمير الإنسان بالذات، يعني بالذات تدميره. يعني ميليشيات على أحزاب على قادة، ما يسمون به قادة، يعني تدمير العراق بصورة عامة. إسرائيل من جهة طبت بكل مكان في سبيل تدمير البلد. نعم. وتعاونها بها إيران وأمريكا. يعني هسه البلد يطب مرحلة تدمير. يعني أول شيء الصحة، المي، الكهرباء، هاي كلها يعني الحكومة، ما يسمى بالحكومة ما تطل الشعب، يعني تدمير. يعني تروح المستشفى جانب 500 دينار 3000 الدخولية الدواء على حسابك، خدمة الحكومة للشعب، هاي كلها تدمير للإنسان. نعم. أبو حسن، أنت إذا لاحظت بكلمة حيدر العبادي يقول بأن نفط كركوك يذهب إلى الإقليم دون تقديم خدمات إلى محافظة التأميم، ويقول بأنه بغداد هي اللي ترسل الرواتب وترسل الميزانية إلى المحافظة، محافظة التأميم، ليش طلع هذا الحكي هسه؟ ليش لما كانوا متفقين بيناتهم لم يتم الحديث عن هذا الموضوع؟ أخوي عمرهم ما يتفقون. هسه كردستان بنت يعني مرافق للناس، بنيان عالمي. يعني أنا إذا شفتها بنيان عالمي، يعني من ناحية الأمان، من ناحية البنى التحتية. فهذول يعني قصدهم أخي العزيز عمر، هذول يعني هم صح يقول ما منطيهم الكردستان حقوقهم، فهذول هم طقت روحهم، قال لك هذول ما يعطوني حقوقي، يعني فترة من الزمن مطهم. نعم.
هم يجون يعني يردون يحرقون الاخضر واليابس عشان مو دفاعا عن كردستان. نعم بس انا احس كردستان ناس مسالمين، اعطوني حقي امشي وياكم، ما تعطوني حقي ما امشي وياكم، هم طقت روحهم. نعم بس احنا ضد الانفصال كصورة عامة، ما ضد الانفصال، يعني الانفصال هذا غلط، يعني راح يوصل العراق المرحلة سيئة للغاية. نعم زين هسه احنا طالعين من معركة مع تنظيم الدولة، زين راح يتحول الموضوع إلى كما تقول الحكومة ويصرح المسؤولين بأنه راح يتحول إلى صراع قومي عربي كردي، خاصة مع اجتياح هذه يعني مع سيطرة قوات البشمركة على مناطق أصلا متنازع عليها وضم المحافظة محافظة التأميم إلى الاستفتاء. أستاذي عزيز، نعم. هاي حقيقة، هاي ترى الكثرة تغلب الشجعان، هذول مسنودين إسرائيل كما ذكرت قبل، إسرائيل أمريكا إيران، وهذا كيان صغير يعني هسه الله أعرفه بالعلة وبالعقل، يعني يقتلون يطبون يسوون أشياء مو زينة بالناس، يعني يطبون ويأذون ويحرقون وينهبون. أعطيك فكرة عمين ينهبون، يعني إذا طبوا كردستان اعتبر كردستان يعني شلون الموصل؟ نعم. موصل ثاني. وأنا قلت قبل فترة قلت كركوك على اللائحة، يعني بين من خلال الأخبار والمعطيات الإعلامية. نعم أبو حسن، بس يعني أنت أشرت إلى هذا الموضوع، إلى هذه النقطة، أنه ربما يراد من هذه الخطوة لتدمير الإقليم، كان يعني من ناحية الدول الإقليمية رافضة على رئيسها إيران لهذا الاستفتاء، أو من قبل ميليشيات الحشد الشعبي على الأرض. احنا نشوف عبر مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الأكراد ما يأيدون هذه الخطوة، يقول لك احنا أمريكا تورطنا وريد يصير حالنا يعني إلى 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 أسوأ لا سامح الله. أبو حسن، انقطع الاتصال مع أبو حسن من بغداد. يعني هذا الموضوع صراحة موضوع شائك وموضوع خطير، والعراق ليس بحاجة إلى مشاكل، هو يعيش بالفعل كوارث وليس مشاكل، كوارث كثيرة يوميا نشاهدها ونسمع بها، فساد وهروب مسؤولين وملفات فساد كبيرة جدا، فهذا الموضوع ومعارك على الأرض، استنزاف بأرواح الشباب العراقي، استنزاف بأموال العراق، وما شاء الله الميزانية راح تفلس في العراق. البارحة حكومة حيدر العبادي ماخذ قرض من اليابان تقريبا 270 مليون دولار وكذا. أبو حسن عاود الاتصال معنا من بغداد. نعم أبو حسن، أنا سألتك قبل الانقطاع أنه هناك نشاهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك شريحة واسعة من الشعب الكردي تتخوف من هذا الاستفتاء، استفتاء إقليم كردستان العراق، تتخوف من الأسوأ. أما إيران يعني ما تريد استفتاء أو كذا، هاي ضحك على الذقون. نعم. أما يتمنون يعني حقيقة يعني يتمنون يطبون الحشد الكردستان على مستكمل السبعة كلهم، الجنوب مسيطر عليه، الوسط مسيطر عليه، تبقى الجهة الغربية كلها ومن ضمنها الشمال، فهي ضحك على الناس، ضحك على الشعب. نعم نعم أبو حسن من بغداد، شكرا جزيلا لك. معنا أبو ياسين من بغداد، تفضل أبو ياسين. حياك الله، أهلا وسهلا بك أخي. أنا تلفزيون ما عندي بس عندي يعني مداخلة. نعم أخي هذه الفوضى اللي صار لها 14 سنة، هذه لوجوه دولة من الثمانينات والتسعينات حضرتهم أمريكا والفرص لتخريب العراق. هم أمريكا يترون بهم ناس بس اشتعبطني وترزجيني، ناس ما عندهم ذرة من الروح الوطنية. فأخي كل دولة أمريكا تريد تخربها أو تحتلها تحضر مثل هؤلاء اللي جاي يحكمون بالعراق، لأن مثل هيك نماذج أنا أسميهم كسوة المحتل. فأخي ذولا قبل الاحتلال كلهم أهالي القوط والعمائن،
الو نعم معك ابو ياسين معك. اهالي القوت والعمائم نعم. فهذا هو اللي يشيل سيف الامام علي وينطيل اليهودي هذا مسلم. بس اخي الحمد لله انه الله سبحانه وتعالى كشف تعاملهم مع المعتل امام العراقيين من هم الاشراف فقط. واريد اوجه رسالتي للعراقيين اقول لهم هذه الحكومه والعصابات ناويين يسلطون على كل عراقي من شماله الى جنوبه. هسه هاي الحرب اللي اسستها امريكا وايران، شفتوا جندي ايراني كلهم بس القياديه يقول لك نضرب السنه بالشيعه وهم هدفهم قتل العراقيين جميعا. واني اشكرك اخوي. نعم ابو ياسين من بغداد كلام انا شكرا لك. معنا اتصال عبد الله من البصره. تفضل عبد الله. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك. وعلى ناصر الدين. حياك الله. حياك الله اهلا بك. بعد عمر هم هسه اللي يسوون استفتاء، احنا تكلمنا بالحلقات السابقه من اللي يسوون استفتاء هم هسه ليش ما ياخذون راي الشعب العراقي كله؟ خلينا نشوف يا الاكثر يقبل بالله يقبل احنا ها ينفصلون من عندنا يعني الشمال ينفصل مو ياخذ بس راي الاكراد طبعا الاكراد يقولون احنا يعني لا هم قطعه واحنا احنا عراق واحد هو ليش ما يستفتون؟ احنا يسوون يا استفتاء يا بتقبلون الجماعة تبعون لو لا حتى يشوف والله شفت الأكثرية هي الأغلبية تقبل وما تقبل. نعم يعني هم بس ياخذوا رأيهم احنا ما ياخذوا رأينا المفروض يقولون يابا تقبلون انتم لو ما تقبلون يابا يعني هسه والله يبيع بالنفط وياخذ النفط يقول والله احنا ما عندنا مستحقات سنوية 17 مليار بالسنة هذه النفط احنا قاعد تهربه غير تسلم الخدمات تبتل الرواتب قوموا تعرف تشطيش لا تقدرش مرقص تشتري طيارات وفي تتطور براس بلدك هذا العراق هذا اللي من هداكم من اليوم يكب عليكم واحنا بلد واحد يعني شنو اتجاه تستفتي يعني شنو معناته؟ احنا بلد واحد نعم وقلنا ذاك قلنا يقبل مسعود يقصون ايده زين يقصون ايده من جسمه يقصون راسه من جسمه احنا يقبلون احنا ما نقبل احنا غير بلدنا بلد واحد ولا حدود زين حدود يعني مثل ما تقول مشتركوا على الدول يعرفونها حدودنا مننا ومننا فمو يجوا يسوي لنا دوله بوحدي والله الله وكيلك يسدون هاي دار ما دار الحدود نعم هاي حدودها اذا قبلوا الدوله العراقيه. عبد الله يعني مع يعني الاستفتاء وقرب اجراء يوم 25 بالشهر وبدء حمله الترويج لهذا الاستفتاء يوم امس، هناك هم حديث بالبصره يقول لك والله احنا هم نريد نسوي اقليم. انت مواطن بصره نريد نسمع منك والله شنو هذا الحكي اللي يثار من جديد حول اقليم البصره. ها هاي الاقليم اللي يسوونه هاي بعض الاحزاب كلها على موت الاطماع مال النفط والشغلات هاي المواني يقول لك احنا ليش هيك يعني احنا نسوي لنا دوله بحد مو هذا هذا مو كل قابل للبصره ترى ما حد قابل بس هذول الاحزاب اللي عندهم نفوذ بالدوله واللي عندهم اطماع بالدوله بالاراضي العراقيه. من اللي يروج لهذا الموضوع بالتحديد يعني اذا تقدر سمي لنا اياهم؟ من اللي يروج للاقليم؟ بالضبط يعني ايش اقول لك انا ما اقدر انا ولا لو ادري بيهم يروجون هم كاحزاب طريق هم عملاء هم هذول بالمحافظه نعم هم دول اللي يشتغلوا بإيران وغيرهم هم دول نعم قل لي هم قل لي محافظة غنية بالنفط وما دبروها إذا صار إقليم شلون؟ هم ما تدور صديق شديد عن هذا حتى دول يتحلمون بأحلام نعم يعني حلم قديم هذا ولدي يسوي شيء ولدي يسوي شيء بده بس بالحكي بس ما يصير يعني أبو الشمال لقى الدولة حسينة واستولى على أراضي مناطق عربية بحجة داعش هاي هذا يريد هذا يريد استفتاء بعد ليش ما سوى استفتاء قبل 13 سنه اول ما بدا سقوط النظام وقال يا يعني استفتاء ما طول ما قال لا جيش ولا حكومه ليش ما سوى استفتاء؟ ليش هسه ما سوى استفتاء؟ من هذا كانوا مؤتمر لما هذول حزب الدعوه والاكراد هذول وغيرهم هناك سووا لهم مثل ما تقول خيانه وعماله ورثوا الجيش الامريكي والبريطاني والجيوش الباقيه وهسه ما عرفتوا مثل مين الدول الكبرى شوف عبد الله كل هذه المآسي اللي يصير بالعراق
بسبب هاي العملية السياسية. شوف احنا كما اشرنا قبل قليل بانه كان متفقين التحالف الوطني والاحزاب الكردية وظلوا بال14 سنة هاي مرة يزعلون يتراضون يزعلون يتراضون. الان وصل الامر تقريبا الى طريق مسدود، ربما الى طريق مسدود ربما. فقام كل من يطلع حكي على الثاني وكل من يقول هذا ماخذ النفط وهذا ما ماخذ النفط. يعني انت اشرت الى هذه النقطة انه لماذا لم تحل هذه القضية منذ العام 2013. عبد الله من البصرة كان معنا، شكرا جزيلا لك. ناخذ هذا الفاصل اعزائي المشاهدين ونعود اليكم. اهلا بكم من جديد، معنا اتصال ابو حسن من واسط، تفضل ابو حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ادري هي سياره من اتيتي اخذها البلزاني ويطلع بيها اللي هو الشمال نصف العراق. نعم. زين، وثاني شيء الدول المجاوره لا تخلي البلزاني، البلزاني اللي داعي داعي بالاموال. زين البلزاني قد ميزانيته؟ عائلة البرزان قد ميزانيتهم؟ يقدر تقدرون تطلعون عليه؟ لا، هذا مش يعود، هذا تلميذ صدام وتلميذ إسرائيل. أبو حسن، أبو حسن، إحنا خلينا نتفق. وياك تسمعني؟ أسمعك. خلينا نتفق بدون أي تجاوز على أي شخص، ماشي؟ بس إحنا نرجع نقول ليش الحكومة كانت مفرطة بنفط كركوك كما يقول رئيس الوزراء إنه الإقليم يأخذ هذا النفط؟ ليش ساكتة كل هاي الفترة الحكومة؟ الحكومة تعطي نفط ل تأخذ نفط عائلة البلزاني، ما حد يحكيها. ليش الأردن تأخذ نفط؟ تأخذ كل أخوات يأخذون من العراق. ماشي، ليش الحكومة ساكتة؟ ها؟ ليش ساكتة الحكومة؟ إذا متفقين بيناتهم وهذا الواقع طبعا، يعني ما يحتاج لا تحليل، هم كانوا متفقين. هاي حصتك هاي حصتي، هاي إلك هاي إلي. ما أعتقد، ما أعتقد. شو ما تعتقد؟ يعني معقولة كركوك اللي بيها تقريبا ما يصل إلى 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 أكثر من ثلث نفط العراق الحكومة ببغداد تفرط به لو مو هناك اتفاقات؟ تطلع الحكومة بالإعلام تقول البلزاني الحكومة الثانية تسرق بنفط العراق، تودي لإسرائيل، تودي تركيا، حتى كباخرة ما حد اشترى نفطه، إسرائيل اشترت بسعر بخس بحيث يحرمون الشعب العراقي والاقتصاد العراقي يدورونه، وهذا سبب اللي تدور الاقتصاد العراقي. تدري الأمو حكومة كردستان وحكومة آل سعود، تدري هسه الشعب العراقي كل عائلة عراقية تحتها حكم وخدم؟ تدري النفط 130 أبو حسن دولار كان؟ أبو حسن على الخدم والحشم أنت تسولف، ما البصرة مليانة نفط، شو خطية مي حلو ما شبعانين، خليك واقعي. هم متفقين، الحكومة متفقة ويا الحزب الفلاني ويا الكتلة الفلانية على محاصصة، هاي إلك وهاي إلي. خلينا نكون واقعيين، احنا مو بس نتهم طرف واحد، هذا الواقع. نعم، أبو حسن من وسط كان معنا. معنا اتصال آخر، اتصال آخر معنا، سامي من بغداد. نعم، تفضل سامي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عمر تحياتي لحضرتك يا أخي العزيز وعيدات. أهلا وسهلا بك. صراحة ما بينا خلق جماعة أهل واسط أبو حسن وابن عمه أبو علي، الله يساعدهم والله يكون في عونهم. يعني إحنا نقول يا أخي بس ما يصير يقعد من البارحة لليوم قاعد على قناة الأنوار الثانية وآل سعود. آل سعود
سووا شعبهم. روح شوف شوف السعودي شلون عايش عيشة أحسن عيشة. نعم سامي سامي لا تخلينا نخرج عن الموضوع. لا احنا لا عندنا موضوع قرب انا اريد اقول حق ماشي سامي بس حتى حتى تركز بجوابك الله يخليك بالضبط. طيب والادلاء برايك وصوتك تسمح لي بس انا اسمح لي بيها بس بعشر ثواني بعشر ثواني فقط انه احنا عندنا اليوم عندنا اليوم تصريحات ما بين الاقليم وما بين بغداد. مسعود البرزاني يتهم بغداد بالتقصير وبسياسه اتباع سياسة مذهبية تجاه الإقليم وبعدم صرف رواتب لمدة 10 سنوات إلى البشمركة. حيدر العبادي يقول الاستفتاء غير شرعي ويقول إنه نفط كركوك الإقليم يأخذه بدون فائدة إلى محافظة التأميم. أريد نسمع صوتك حول هذه التصريحات. الصراحة أستاذ عمر يعني تعرف الحكومة بعد 2003 يعني لا تقول عن الحكومة لأن شو اسمه مكونة من تعرف أنت كل زين بس أريد أسأل سؤال واحد إلك بالنسبة إلك يعني وأريد صراحة يعني أنا اللي يجوز معلوماتك شوية أقوى من معلوماتي يعني دولة من 91 كان عندهم حكم ذاتي دولة شلون كان عايشين يعني حكومة بغداد طبعت عليهم الأموال وشلون عاشوا يعني لأن هم يعني انفصلوا بس انفصلوا بطريقة غير مباشرة بس أنا هذا الموضوع صراحة ما درسته ما نظرت له كثير هلا أنت إيه رأيك يعني دولة عاشوا من الواحد الأكراد عندهم حكم ذاتي من السبعينات بالواحد وتسعين نعم. بعد الحرب الأمريكية على العراق وغزو الكويت وخروج القوات العراقية من الكويت فرضت الولايات المتحدة الأمريكية خطوط عرض وطول بعدم طيران العراق على هذه المنطقة إن كان في الشمال أو في الجنوب طبعا أضاف لهم هذا الموضوع أضاف لهم نوع من الاستقلالية كما موجود حاليا للإقليم وبعد العام 2003 تثبت بالدستور الدستور الذي جاء مع الاحتلال ثبت موضوع إقليم كردستان العراق بأنه إقليم على 3 محافظات دهوك وأربيل والسليمانية ولهم يعني الحق في إنشاء قوات وإلى آخره. من الرواتب شلون من كان يطلب رواتب؟ عندهم نفط يصدرونه موجود نفط بأربيل وغير أربيل تسمعني ومساعدات أنت لا تنسى الوزارة الدفاع الأمريكية يعني لغاية الآن تقريبا نصف الرواتب هي تدفعها. نعم. وهدلت وزارة الدفاع الأمريكية قبل أيام بأنه في حال انفصال الإقليم فإنها لن تدفع هذه الميزانية مرة أخرى لقوات البشمركة. يعني مشكلة الصراحة نعم. يعني كيف يريد يقطعون هالجزء هذا الجميل من العراق الصراحة إحنا نرفض هذا الشيء طبعاً أنت تعرف حكومة العبادي تابعة لإيران فشيء شوف شوف يعني الزخم الايراني ويقولوا لهم انه احنا الاستفتاء نرفضه وكذا فالجماعه هم كان على حس الطمل دق رجليه فهاي هاي المساله يعني احنا مقادين بالحكومه الايرانيه اللي شو تقرر مثلا هذه السياسات اوصلت البلد الى الوضع الراهن. سامي من بغداد كان معنا شكرا لك. اعزائي المشاهدين وصلنا الى نهايه هذه الحلقه شكرا لكم والى اللقاء باذن الله.